طبعا ده بعتبره الجامعه رفقتنا كلنا كنخبيين. احنا كلنا بنتعلم ونستقوى بعض. انا بتعلم الدكتور حسين، بتعلم الدكتور هلال، بتعلم الدكتور رفيق، بتعلم الدكتور زياد، بتعلم الدكتور اسامه، بتعلم الدكتور طارق. بتعلم من البحر الاحمر، بتعلم من الشرقيه ومن الغربيه ومن اسوان. ان انا النهارده غير ما كنت من 5 سنين. تعلمت من حضراتكم كتير. وكل واحد عضو فينا في النقابه بيحضر مؤتمر النقابات دماغه بتكبر وفكره بيوسع وبيكسب اخوه واصدقاء في كل حته في سوهاج. و24 نقابه تكلف مشقه السفر على القطاع الخاصه انه جيتوا هنا وان يكون عدد الناس الحاجزه لسه الزوج الثالث لغايه الوقت لسه ما وصلش اكثر من 150 طبيب وان احنا نعمل رحلتين كاملين من بخنا ورخيصه خصيصا عشان خاطر المؤتمر او امبارح بدعم من سيد الطبيب محافظتي الدكتور عيد. حبيتكم ليه؟ وقت الحب الجواله ليكم. بكره يوم الجمعه والنهارده هيبقى يوم استثناء. بكره ان شاء الله هنتحرك ونزور اماكن لم تفتح الا للسفراء والا الحضارات. نتمنى ان تحسوا بقدر مكانتكم في قلوبنا زي ما احنا حاسين بقدر قيمتنا في قلوبكم وعقولكم. الوقت ده احسن وقت ان احنا نزور بلدنا فيه اللي هو بلدنا سوهاج. مصر فيها اماكن كتيره حلوه واماكن كتيره جميله. نفسنا المؤتمر السنه الجايه يكون في اسكندريه، في المنصوره، في البحر الاحمر، في كل شكل من ارض مصر. نطلع بره نطاق القاهره. احنا محتاجين دايما نفضل ايد واحده وسند لبعض. وشكرا لكل اهلنا اللي شرفونا وشكرا للدعم الكامل من المحافظ الامين الطبيب قبل ما يكون اي شيء تاني. وشكرا لمجلس النقابه العامه بالكامل في مساندته. وشكرا ليكم انكم اخترتونا في سوهاج ان احنا نشرف بيه. وبعتذر عن اي تقصير في التنظيم. احنا اخواتكم الخمسه او السته بتوع نقابه سوهاج فرحانين بيكم ونعتذر عن اي تقصير. وشكرا لحضراتكم.